أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري أنه لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة، واعتبر المشري أن حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة، وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية حفتر إلى الاستسلام والخضوع لمحاكمة عسكرية. كما دعا المشري جميع أعضاء برلمان طبرق للالتحاق بمجلس النواب في طرابلس، وأعرب في الوقت ذاته رفضه التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا نجاة شرف الدين عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية. سيد نجاة أهلا ومرحبا. إذن إلى أي مدى يمكن لمبادرة السيسي وحفتر حل الأزمة فعليا في ليبيا؟ مرحبا بك سيدتي الفاضلة ومرحبا بمشاهدينك الكرام. طبعا ما حققته حكومة الوفاق من انتصارات هذه الأيام، نبارك هذه الانتصارات واللي حقن الدماء وانهاء النزيف الليبي، طبعا الدم الليبي. هذه المبادره التي خرج بها اليوم عديلة صالح او السيسي، مبادره القاهره سميت مبادره القاهره، خرج بها اليوم، هي ليست بالجديده علينا، هي هذه اللي خرج بها عديلة صالح من حوالي اسبوعين، خرج بها وكانت طبعا مخالفه لما خرج به حفتر من مبادرته والتفويض ومطالبه من تفويض شعبي لمؤسسته العسكريه. ان دل هذا على شيء فهو نعتبره نحن انها فقط هي هذه تعتبر الورقه الاخيره او الفرصه الاخيره لحفتر ولاظهاره بمظهر المنتصر. العسكر اليوم ينادي ببناء دوله المؤسسات، هذا كل نتمناه من قبل 4/4، واخر فرصه كانت مؤتمر غدامس، كنا جاهزين ليه رغم التنازلات التي قدمتها حكومه الوفاق وقبلت بمشاركه مؤتمر غدامس، ولكن نتفاجأ في ايام قليله قبل بدايه المؤتمر بهجومه العسكري على العاصمه والحرب التي شنها والتي اخذت اليوم سنه وشهرين، ونلاحظ ونرى كل اثارها السلبيه التي جاءت بها ولم تاتي بصالح. وكذلك رفضه لمؤتمر برلين ورفضه للتوقيع على ايقاف اطلاق النار في موسكو، كل هذه المحاولات كنا في صددها لحقن دماء الليبيين ولبناء الدوله مدنيه ومؤسساتها، ولكن من يرفض هذا هو حفتر ومن خلفه الدول الداعمه له. اليوم يظهر علينا بعد هزيمته في الارض وهزيمته العسكريه الفادحه، يظهر علينا ويحاول انه يكون في موقف المنتصر، وللاسف يعني حتى ظهوره كان ظهور سيء جدا. ولكن حفتر هذه المره سيده نجاة اتى بدعم دولي وايضا بتقديم أطراف دولية بعينها كضامنة لهذا الاتفاق هذه المرة، هل برأيك إذا وافقت حكومة الوفاق الوطنية على هذه المبادرة سوف تلتزم الأطراف الضامنة ومن ضمنها طبعا الأمم المتحدة بالتزاماتها تجاه هذه المبادرة؟ أولا هو ظهور بهذه المبادرة وبحفتر هي لضمان وجوده في المشهد وعدم اخراجه من المشهد. حفتر الان اصبح مجرم حرب، اصبح يعني ستتولى اموره القضاء والمحاكم الدوليه، وهذا لن نخوض فيه، ولكن سياسيا نحن كدوله كحكومه نفاق تسعى لبناء دوله مدنيه ديمقراطيه، نحن يعني لا نرفض الحوار السياسي، ولكن من باب من بالتاكيد الداعم لهذا الحوار حيكون البعثه الامميه، ولن نخرج عن اطار الاتفاق السياسي. نحن تحدثنا كثيرا يعني مؤتمر برلين هي وحدها هذه مبادره وهذه تكفي، وكنا متفقين عليها الطرف يعني على الاقل الطرف الوفاق متفق عليها ووافق عليها حينها الطرف الاخر. اعتقد ان لا جديد في مبادره
ولكن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية أعلن بشكل واضح بأنه لا وجود لحفتر في أي مباحثات سياسية قادمة. يعني بهذا التصريح هل يلغي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية أي حل سياسي مع حفتر، وبالتالي تكون الكلمة العليا للميدان العسكري؟ هو بتصريحه هذا طبعا هو أعتقد أنه هو يعني حتى ظهور حفتر اليوم محاولة لإظهار نصرتهم ورغبته في وجود حل الأزمة والتغطية عن هزيمته العسكرية ومحاولة المشري لإظهار. طبعا احنا لازم ما زلنا في حالة النصر وما زال لا ننكر هذه الانتصارات، فالمنتصر هو الأقوى الآن في 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 حلبة الصراع، ولكن نحن لا نرفض الحوار. السيد خالد المشري يعني لا أعتقد أنه هو يعني يقصد لا يقصد الحوار، نحن لا نقصد رفض الحوار، ولكن الجلوس مع حفتر، هل هي ليبيا تمثل حفتر يمثلها حفتر؟ لا أعتقد أنه هو حفتر فقط يا إما نتحاور، ولكن بشكل أو بآخر يعني على أرض الواقع. إذا سمحت لي سيدة نجاة، حفتر يسيطر على الساحل الغربي، الساحل الشرقي عفوا من ليبيا، وبالتالي لم يعني تسيطر الحكومة أو حكومة الوفاق الوطني الليبية إلا على الأجزاء الغربية التي كان حفتر قد سيطر عليها منها بالقوة، وبالتالي ربما يكون حفتر أيضا موجود حتى الآن داخل المعادلة السياسية. لماذا صرح رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية بهذا التصريح في هذا الوقت؟ حفتر كان يسيطر على المنطقة الشرقية باعتباره الدكتاتور العسكري، وجاء بالفتح المبين على للعاصمة وبيسيطر على العاصمة، ولكن بعد هزيمته الآن اتضح بأنه هو لا قوة له، وحتى الدول الداعمة له أعتقد أن هي يعني هذه أعتقد أنها آخر فرصة لحاجة واحدة فقط، هو لضمان وجوده في المشهد. ونحن بعد كل هذه بعد كل هذا الصراع ومخلفاته الحرب من اثار نفسيه اجتماعيه بنيه تحتيه، يعني حال طرابلس والضواحي المجاوره لها يعني لا ينسى لها، واعتقد ان الجميع شاف المشاهد والفيديوهات. يعني هل يقبل ان نجلس ثاني مع حفتر في شخصه؟ حفتر له يعني المنطقه الشرقيه يجب ان يكون لها ممثلين اخرين غير عن حفتر. حفتر كمجرم حرب يعني. إذا هل أفهم من كلامك دكتورة نجاة بأنه سوف تتقدم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في طريقها نحو الشرق؟ صراحة هذا أنا لست بعسكرية ولا أستطيع يعني الإجابة على السؤال هذا بحكم أنه هو سؤال ليس من تخصصي، هذا أمر عسكري ولوزارة الدفاع هي التي تقرر ولست أنا، ولكن المهم أنه هو حفتر هو من رفض وقف إطلاق النار مرتين، اتفاقية إطلاق النار من غير الهدنة التي تم اتخاذها في شهر رمضان، كورونا، فترة كورونا، يعني كل ما حاولنا وقف اطلاق النار والالتزام بالهدنه حفتر هو كان يعني الرافض لهذه الهدنه، هو من لم يبدي استعداده، فكانت عباره عن كلمات فقط يظهر بها للاعلام، ولكن على ارض الواقع لم يحاول حتى يعني محاوله لايقاف اطلاق النار، والان جاءنا بانه هو يتحجج ببناء الدوله ومؤسساتها وانتخابات وكل هذا الامر كان من الاول لمؤتمر غدامس، لماذا ازقت هذه الارواح وخربت البلاد والبنيه التحتيه، والان يطلع علينا مره ثانيه حفتر؟ نحن بصراحه لا ثقه لنا بحفتر مره اخرى بعد ما شفناه اليوم سنه ونصف بكل المحاولات، حاول المجتمع الدولي، حاول المجلس الامن، لم يستطع حتى مجلس الامن لم يستطع فرض سيطرته على حفتر، وطبعا هذا يعود لانقسامات موجوده في مجلس الامن والدول الداعمه لي. نحن اليوم لا ثقه لنا في حفتر للاسف، ولكن المنطقه الشرقيه لها من يمثلها، ونحن ما زلنا نؤكد على الاتفاق السياسي بان ليبيا وحده موحده ولا انقسام لليبيا، وما زلنا نقبل الحوار مع الاطراف السياسيه، ولكن كما قلت الغير متمثله في حفتر، يعني حفتر اكيد عنده من عنده ناس ثانيه في عنده ممثله في المنطقه الشرقيه. وصلت الفكره واشكرك جزيلا.
ضيفتي عبر سكايب نجاة شرف الدين، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وفي سياق متصل، أعلنت تركيا رفضها للاتهامات المصرية لها بخصوص ليبيا، وصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي حامي أقصوي على أن الأطراف الداعمة لحفتر ستبقى مسؤولة دائما عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن تركيا ستواصل دعمها للحكومة الليبية المشروعة بناء على طلبها في إطار قرارات الأمم المتحدة وفي سبيل مساعيها لإحلال الأمن والاستقرار هناك. ميدانيا، أعلنت قوات حكومة الوفاق بدء عملية دروب النصر لاستعادة مدينة سرت وسط ليبيا وقاعدة الجفرة الجوية، وذلك بعد أن أصبح الغرب الليبي تحت سيطرتها. وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قانونو إنه سيتم استهداف قوات حفتر بامتداد الأراضي الليبية دون استثناء. وكان قانونو قد أعلن في وقت سابق أن أعيان سرت عارضوا تسليم المدينة لحكومة الوفاق، مضيفا أن سلاح الجو الليبي نفذ 5 غارات استهدفت آليات عسكرية لقوات حفتر جنوب سرت. وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي بعملية بركان الغضب الأستاذ عمران الشتاوي. أستاذ عمران، أهلا ومرحبا. إذن بشكل واضح وصريح تم الإعلان من قبل قوات حكومة الوفاق أو الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قانونو بأنه سيتم استهداف أي قوات تابعة لحفتر على امتداد الأراضي الليبية، هل يفهم من ذلك بأنه سوف تستمر قوات حكومة الوفاق في مطاردة قوات حفتر حتى في الشرق الليبي؟ بداية أحييك أستاذة هبة وأحيي من خلال كل مشاهدين. نعم، كما أعلنت حكومة الوفاق الوطني، أعلنت منذ انطلاق عملية السلام وعقب ذلك إعلانها عن عملية دروب النصر بأنها مستمرة في إنهاء العدوان وإنهاء التمرد، وليس فقط الدفاع عن العاصمة طرابلس. مرحلة الدفاع عن العاصمة قد انتهت، الآن دخلنا مرحلة جديدة وهي إنهاء هذا التمرد. وحديث المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو، حديثه عن ذلك باعتبار أن هناك من التجهيزات والتقنيات الحديثة التي وصلت إلى قوات حكومة الوفاق الوطني، خصوصا بعد تفعيل مذكرة التفاهم الليبية التركية. هذه التقنية ستمكن القوات من ملاحقة فلول وميليشيات حفتر أينما كانت. اليوم بعد أشهر عديدة، اليوم قوات حكومة الوفاق على الحدود الإدارية لمدينة سر، وهناك انسحابات كثيرة سواء من قاعدة الموجودة بهذه المدينة باتجاه الجنوب، ومن الجنوب وصلت معلومات أيضا عن فرار للمرتزقة والميليشيات الموجودة هناك وخروجها من مدينة من منطقة الجفرة، وبالتالي العمليات مستمرة. ولكن أقف معك عند مدينة سرت بالتحديد أستاذ عمران، وهناك أخبار تتحدث عن أن أعيان مدينة سرت من القبائل ربما يسلمون المدينة لقوات الوفاق الوطني بدون حرب وبدون مواجهات مع قوات حفتر، خاصة كما تفضلت الآن بأن قوات حفتر انسحبت بالفعل وبدأت انسحاباتها من المدينة. هل تلعب القبلية دورا أيضا إلى جانب انقلاب معادلة القوى أو بين قوات حفتر وبين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية؟ هذا الأمر المفروض كان يوم الأمس. يوم الأمس وجهت نداء حكومة الوفاق، وجهت نداء إلى أهالي سرت بتسليمها بدون إراقة الدماء، لكن يبدو أن هناك خلاف وشقاق داخلي فيما بينهم ورفضوا هذه النداءات، والآن لا زالوا يقاومون. المجموعة التي تقاوم هي مجموعة من المتطرفين الدينيين الموجودين وما تعرف بالكتيبة 604. هؤلاء ينتمون إلى الفكر المدخلي، غالبا ما يكونون في صف حفتر،
هم الذين يقاومون لحد هذه اللحظة. لكن موضوع تسليم سرت سلميا رفض منذ يوم أمس ومع مطالبات حكومة الوفاق، لكنهم لم يعملوا عقولهم وأصروا على المواجهة، وبالتالي فتضطر قوات حكومة الوفاق الوطني أن تستعمل القوة لتحرير هذه المدينة من هذه العصابات الإجرامية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عمران شتاوي، إعلامي بعملية بركان الغضب، على هذه المشاركة.